نلاقوا مع بعض. هذا الأرنب أو كما نقولوا رقد، هذا النوم العميق، العين مفتوحة كما راكم تلاحظوا. والأرنب في هذه الحالة هنا الأرنب نائم نوم عميق، لاحظوا معايا. بالرغم قد نقدموا الموبايل ولا روحوا للعينين تاعو، ها رقد. هذا نوم الأرنب، تحوس نوضو نوضو غير بشوية، ها نوم. استفاق من غيبوبة، أول سيكتشف المكان، شاف الإنسان تنوضه ويكون تعبان، ونوض ما عارف والو. هذا هو الأرنب، مازال ما رجعش الوعي. شفنا مع بعض حالة نوم الأرنب. يا صديقي، إذا لاحظت الأرنب تاعك في حالة كيما هاك، خصوصا في وقت الظهيرة، هنا الأرنب راه راقد نائم، هذا أمر عادي بالنسبة لكامل الأرانب. المهم حاول أنك ما تزعلش الأرنب كي يكون في حالة نوم، خصوصا النوم العميق. حاول أنك إذا كان عندك شغل أو كان عندك عمل في المزرعة نتاعك ولا في المكان اللي تربي فيه أرانب، في الوقت اللي تشوف الأرانب في وقت يكونوا في حالة نوم ونوم عميق كما هاك، حاول أنك تتركهم ساعة، حوالي ساعة، أنهم يكملوا النوم نتاعهم باه يبقاو كامل النشاط تاعهم خلال اليوم. أنا ما تزعجهمش، مش كيما البشر. الأرنب كيما نعرفوه حيوان ليلي، معناتها هنا في نهارك راح تلقاه راقد، أما باقي الليل كامل راح يكون مستيقظ وهو ذروة النشاط نتاعو. خلال النهار حاول خصوصا في وقت القيلولة، كيما احنا الجزائريين نعرفوها بالقيلولة، القايلة كيما نقولوا احنا، يحب في هذاك الوقت يرقد. حافظ على الأرنب تاعك وخليه يرقد وخلينا من ديرونج معني. هذه الحلقة نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.